بيكم أصدقاء. النهاردة لنا لقاء مع شخصية جميلة من متحدين الإعاقة. تحديات كتير بتواجهها لكنها بقوة إرادتها وعزيمتها بتقدر تتغلب عليها وتواجهها بكل شجاعة وعزيمة أسرة. صديقتنا الجميلة أحد ضحايا شر الأطفال، أصيبت بشر الأطفال في السقي معاناة كبيرة بسبب عقدها، لكنها بقوة إرادتها وعزيمتها تتحدى كل صعب وتواجه الإعاقة بكل شجاعة. صديقتنا الجميلة أيقونة من أيقونات النجاح ورمز من رموز قوة الإرادة والتحدي. بقوة إرادتها وعزيمتها بتتحدى عقدها، تتحدى كل صعب كل شجاعة. أصدقائنا من سوى الإرادة قادرين على الحياة، قادرين على العطاء، قادرين على تخطي أي إعاقة ومواجهة أي أزمة بكل شجاعة وعزيمة أسرة. أتمنى ليهم دايما النجاح والتحدي.